مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. بسكويت الشاي أو أي نوع بسكويت متوفر عندكم، 200 غرام. نهرسهم جيد، نوضعهم في وعاء، أي وعاء موجود متوفر عندكم، تقريبا وعاء هذا كان 40 × 20 سنتيمتر. نضيف 500 غرام ماء، نصف لتر حليب بودرة 50 غرام، سكر 80 غرام، نصف كوب نشا الذرة 50 غرام، 3 معالق طعام كاكاو خام، كاكاو مر بدون سكر 30 غرام، قهوة سريعة الذوبان 4 غرام، فانيلا ملعقة صغيرة 5 غرام، وملح 1 غرام رشة تقريبا، والزبدة بنخليها آخر شيء. نقلب تقليب باستمرار تقليب. احنا ممكن نستبدل الحليب البودرة حليب سائل، بنحذف الحليب البودرة وبنحذف الماء، بدل الماء وحليب البودرة بنستخدم نصف لتر حليب سائل، يعني 2.5 كوب حليب سائل طازج. بنقلب باستمرار وبنوضع الزبدة، الزبدة تكون حرارة الغرفة طلعينها من البراد تقريبا 25 غرام، معلقتين طعام تقريبا، ما بأسل لو زاد شوية. نسكبها بالوعاء وبننتظر أقل شيء 3 ساعات، يعني بعد ما تبرد شوية بنوضعها بالثلاجة، أقل شيء بننتظر 3 ساعات قبل التقديم والتقطيع. هان نعمل الكريمة، كريمة 300 ملي أو 300 غرام تقريبا 1.5 كوب، وهان فانيلا معلقة صغيرة، والسكر بالتدريج ونخفق بطيء بعدين سريع. وصفة كتير كتير بسيطة وسهلة. نخفق الكريم لما تكون سميكة، هيك خلصت. بنضيفها نوضع كمية الكريم، بنفردها كويس وبنقطعها تقطيع حسب الرغبة، تقطيع ممكن مربعات ممكن نعملها رول حسب انتو كيف حابين. انا عملت مربعات وعملت رول، كتير كتير هي طيبة ولذيذة. طبعا الكريمة نفس الشي، الكريمة ممكن احنا نبدل الكريمة الطازجة بكريمة بودرة، مكتوب على الباكيت على العبوة تبعت البودرة كل التعليمات مكتوب كيف الاستخدام، وأفضل استخدم البودرة مع الحليب السائل بدل المية، يعني 150 غرام بودرة مع 150 غرام حليب سائل. وهذا كل شيء، كل عام وانتم بخير. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.